هذا هو تفسير الآية الكريمة التي تقول: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. إن سورة النساء من السور المليئة بالدروس والعبر والحكم الفريدة التي يقف العبد عندها لينال ويأخذ من هذه التشريعات. وبهذه السورة الكريمة استطاعت المرأة أن تحفظ عليها دينها وشؤونها لمعرفتها بعض من أحكامها جملة وتفصيلا. ويهتم الكثيرون بالتعرف على معاني آيات سورة النساء، وخاصة معنى آية محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. جاء في معنى آية محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان العديد من الأقوال على النحو الآتي: فقد قال البغوي في تفسيرها: غير مسافحات أي غير زانيات، ولا متخذات أخدان أي أصحاب وأحباب يزينون بالسر. وقال الحسن: إن المسافحة هي التي تتبع كل من دعاها إليه. وقال: ذات أخدان أي التي يكون لها رجل واحد ولا تزني إلا معه. فسر ابن كثير قوله تعالى: غير مسافحات أي هن الزواني اللاتي لا يمنعن أي أحد يريد أن يوقع بهن فاحشة الزنا. ولا متخذات أخدان أي أخلاء. وقال في ذلك البصري أن الأخدان هم الأصحاب. قال القرطبي في تفسيره أن المسافحات هن الزواني اللاتي يعلن الزنا. فقد كان في الجاهلية الزنا على العلانية، وكانوا يعرفون بوضع رايات منصوبة، وكانوا يقومون بتحريم ما ظهر من الزنا ويبحون ما خفي منه. وقيل المسافحة هي البغي التي تؤاجر بنفسها لكل من عرض لها. وذات الأخدان هي ذات الخليل والصاحب الواحد. فنزلت الآية الكريمة لتكون سببا في النهي عن النكاح لهذه النساء. ورد عن الشعبي أنه قال: الزنا وجهان قبيحان، أحدهما أخبث من الآخر، فأما الذي هو أخبثهما فالمسافحة التي تفجر بمن آتاها، وأما الآخر فذات الخبن. هذا وإن كان هذا الفعل قريبا من الزواج، إلا أنه سبب في اختلاط الأنساب وضياع المروءة، وهذا مما كانت عليه الجاهلية. ومما جاء في تفصيل الآية الكريمة على قول أكثر أهل التفسير أنها جاءت في حق من لم يستطع الزواج من الحرائر، جاز له الشرع النكاح من الأمة المؤمنة، لقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقد اختلف العلماء في المسألة على أن القول بالجواز لا بد له من شرطين: الأول منه أن لا يجد الرجل الحر مهرا للحرة، وثانيها أن يكون خائفا على نفسه من العنت أي الزنا، فيكون عندها النكاح جائز له بعد أخذ الإذن من أهلها وإعطائها للمهر عن طيب نفس، لقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف. ومن شروط نكاح الأمة أن تكون محصنة أي عفيفة، وليست من الزواني، ولا اتخذت صاحبا وخليلا للزنا سرا، كما في قوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. والمعنى على ذلك أنه من لم يستطع من معشر المؤمنين الأحرار أن يكون له زيادة في ماله تمكنه من أن ينكح الحرائر المؤمنات، ففي هذه الحالة له أن ينكح الإماء المؤمنات اللاتي هن مملوكات عند غيركن.